السلام عليكم، يا صباح الخيرات والليرات. كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ طمنوني عليكن، وكيف تحضيراتكن لأيام المدارس؟ نحن قررنا نودع الصيف برحلة كتير حلوة. أنا كنت كتير متحمسة وبلشت التحضيرات من بالليل، فتعالوا لقلكن أنا شو حضرت، ويمكن تستفادوا شوي من الأفكار اللي رح قلكن عليها أو النصائح. حضرت صينية كيكة وما تعبت حالي، لأنه هي ما بتاخد شغل أبدا، وبنفس الوقت بستفاد منها أني أخذ بالرحلة أو لما نرجع من الرحلة لو حبينا نشرب شاي باللبن مع قطعة كيكة أو الصبح. فكتير فكرة حلوة. قدمت لانش بوكس المدارس والعلب الصغيرة اللي هي تبع التلاجة اللي عندي لحتى حضر فيها الفطور. الحلو بفكرة اللانش بوكس هو التنظيم، يعني كل حدا له اللانش بوكس بتاعه، بيختار أنواع الخضار اللي هو بيحب ياكلها المقطع مع السندوتشات. كمان كل حدا بيبقى له ذوقه الشخصي بالسندوتشات، فهذا كتير بيريح وبيبقى كل شيء منظم. استخدمت هاي علبة التلاجة، بيبقى معها صفاية بتنحط من تحت، فلما ايجي حطها جوا العلبة فبتحول لي اياها للانش بوكس. واحيانا بستخدمها للتلاجة لو انا بستخدم مثلا نوعين جبن وحابة احطهم بنفس العلبة، فكتير كتير حلوة ومفيدة. اللانش بوكس اللي هو من غير خضار، خليت الخضار برا بعلبة خارجية لحتى السندوتشات ما تتبهدل بالطريق أو إنه هي هتبات بالليل بالتلاجة. طول اللانش بوكسات اشتريتهم جديد للمدرسة لأولادي، بصراحة تفاجأت فيهم، كتير خامتهم حلوة وسعرهم مو غالي أبدا، مو مثل الماركات التانية. مثلا مثل هاد بيدخل مايكروويف، نوع البلاستيك نظيف، مقسم من جوا لأكتر من تقسيمة، فكتير كتير حلو ومفيد. حضرت كمان آيس تي بالليمون والقرفة، كتير بيبقى حلو مع السندوتشات، وكمان أنا رح حطه بالفريزر لحتى أخده معي مجمد، فبيقعد معي طول فترة الرحلة لحد ما نوصل هنيك وبيبقى بارد، وبنفس الوقت بعيدا عن المشروبات الغازية لأني ما بفضلها أبدا وما بحب أشربها. فهذا المشروب كتير حلو، بدل ما أحط فيه سكر استخدمت العسل. ما نعمل آيس كوفي، نعمل ميلك تشيك، يعني في أفكار كتير إنه إحنا نعمل عصائر أو عصائر فريش عادي، عصير ليمون، عصير مانجا. وكمان رح جمد أزازة مي بالفريزر حتى تبقى معي طول الطريق، مي مفلترة ونظيفة من البيت، وهيك كل شي جاهز وما تبقى علي غير إني أعمل القهوة. فالقهوة رح أعملها الصبح. عن الكيكة هتكون بردت، فرح أبيلي هيك علبة صغيرة أخدها معي بالطريق، وهيك أنا جهزت كل شي. حينا صلينا الصبح ولبسنا، وقبل ما أقفل الشقة لازم أطمن إنه فيش الكهرباء كلها منشالة، محابس الغاز مقفولة، وهيك نحن جاهزين لحتى ننطلق برحلتنا. تأملوا هاي المناظر، يا سبحان الله، جميلة جدا جدا. شجر النخل مع بداية بزوخ خيوط الشمس الأولى، كتير يعني بيعطيكم راحة وهدوء نفسي، وتعدوا هيك سبحوا ربنا سبحان الله. مبنى اللي على يميني هو مبنى جامعة القاهرة، مبنى طبعا عريق جدا وقديم جدا، وشوفوا على كم الهدوء طبعا اللي بالشوارع، لأنه ما في حدا الناس كلياتها نايمة ببيوتها. هلأ حاليا متوجهين لمبنى كلية الهندسة، لأنه رح يكون الباص اللي نحن رح نركب فيه متوقف جنبه، رح يبقى وقت التجمع الساعة 6:30، ورح يتحرك الباص الساعة 7. الحمد لله وصلنا بكير، وصلنا كمان قبل وقتنا لأنه زوجي كان منظم كل شيء. كتير على فكرة بيبقى بهيك رحلات أو بمواقف بالحياة لما بيبقوا الزوجين منسقين كل شيء ومنظمين مع بعض، وكل واحد بيكمل الثاني، فهذا بيسهل الحياة أكثر.
صباحات بتختلف من بلد للتاني، يعني كل بلد إلى هيك صبحة، الصبح تبعها أو تبلش يومها بشي مميز خاص فيها. أول ما بتسمعوه بتحسوا أنه أنتوا فعلا، يعني أنا مثلا كنت بسوريا متعودين أنه إحنا الصبح منشغل الإذاعة منسمع قرآن، وبعد القرآن بيشغلوا فيروز، وبعد فيروز أغاني لبنانية فترة الثمانينات. بمصر الصبح بالنسبة لإلي مرتبط بشغلات معينة، يعني إني أسمع صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إني أسمع الشيخ الحصري، دعاية الشيخ الشعراوي، أو تواشيح النقشبندي ونصر الدين طوبار. بتحسوا حالكم فعلا إنه هاي روح البلد. وإنتوا شو بيميز الصباحات عنكم ببلدكم؟ هلا صارت الساعة 7 ورح نتحرك، وهذا هو طريقنا. رح نتحرك من كلية جامعة القاهرة لمحافظة بورسعيد. رح ياخد معنا الطريق تقريبا يعني 3 ساعات لثلاث ساعات ونص على حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا لقلكم ونحن رايحين بالطريق شوية معلومات عن بورسعيد المحافظة اللي نحن رايحين له. أول شيء شو سبب تسميتها؟ هي تسمت بورسعيد. بورسعيد هي عبارة عن كلمتين، بورت اللي هي مينا، وسعيد نسبة للخديوي محمد سعيد باشا. عارف إذا بتعرفوا أنه قبل ما تتسمى بورسعيد كان اسمها محافظة عموم القنال. هي بتقع من مصر شمال شرق مصر على بوابة قناة السويس. شرقة بيكون محافظة شمال سيناء، وجنوبة محافظة الإسماعيلية، وغربة دمياط. سعيد هي من المدن الحديثة، يعني أنشئت حديثا سنة 1859. فيها أماكن كتير للزيارة، نحن رح نزور بعض الأماكن منها، وإن شاء الله أكيد يعني لما روح المرة الثانية والنية موجودة رح زور أماكن تانية كمان فيها. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسرها معنا، وصلنا الساعة 10 بورسعيد. نحن حاليا متوجهين لمينا بورسعيد. ليه؟ لأنه نحن رح نروح بور فؤاد، هنعدي الناحية الثانية، نركب بالمعدية ونروح الناحية الثانية لبور فؤاد لجبل الملح. تلاحظوا انه المعديات واقفة بالمينا، وطبعا الباص رح يتوجه للمعدية اللي هي المفترض نحنا رح نطلع فيها. بصراحة شعور رهيب، يعني تخيلوا انه انتو كنتوا على البر، فجأة الباص رح يطلع هيك على جسر صغير كتير يطلع لفوق للقارب، يعني هيك بتحسوا بشعور غريب ما بعرف اوصف لكم اياه، بس بتلاقوا حالكم خلص انتو صرتوا حاليا صاحبي قارب على ارض ناشفة بس هو تحته بحر. حتلاقوا فيه كراسي مثلا، في ناس بتطلع عادي لانه هي بتعدي الناحية التانية. نزلنا تصورنا هون، المكان كتير حلو، نحن راكبين بالمعدية لحتى نعدي الناحية التانية.
وتصورنا، وبصراحة الصور كتير حلوة والمكان كتير حلو، وكان كمان جو مشمس، يعني شوفوا السما كيف صافية مع البحر، فالجو أكتر من رائع. طبعا هلأ نحن حاليا أصبحنا في بور فؤاد. أنا الزيارة اللي إجيت قبل هيك لبور سعيد ما دخلنا لبور فؤاد، ركبنا بالمعدية بس ما دخلنا بور فؤاد، فمبسوطة أنه أنا راح أدخلها. بور فؤاد بتضم محمية طبيعية لطيور الفلامينجو. الطيور هاي بتيجي مهاجرة من أوروبا، هو كائن شتوي بيحب الشتاء المعتدل، فبيمر بعدة مناطق بمصر من ضمنها بور فؤاد. هلأ وصلنا لجبل الملح، يعني بصراحة شفت كمية ناس هنيك وكله مبسوط وعم بيعبوا ملح، بتعبوا ببلاش ملح. كمان في محلات أو يعني بازارات هيك واقفين بتقدروا انه انتو تشتروا منها مشتريات كلها مصنوعة من الملح، ميداليات من الملح، شو كمان معطرات، فواحات، شغلات يعني كلها طبيعية ومصنوعة من الملح. معطرات طبيعية من الإيد للجسم، من الملابس، المعطرات اللي أنا بفتكرها يعني. وانه تعبوا من هذا الملح مثل ما بتكون، ومجاني وبدون فلوس، ملح طبيعي. شوفوا شكله، بتلاقوا هيك شكل بلورات الملح البحري. يعني مثلا اللي بيحبوا يعملوا سكراب، اللي بيحبوا يطردوا الطاقة السلبية من البيت، اللي بيحب ان هو يستخدمها، في منها على شكل احجار، شوفوا كيف بيبقى شكلها كتير حلو، خاصة لو هي الواحد لونها هيك بالريشة تعطي، بيبقى يعني شكلها كديكور بالبيت كتير حلوة. فكل الناس كانت مبسوطة، يعني تحسون هيك عم يسبحوا بالملح. وأنا ابني انطلق، يعني أنا ابني مجرد نزل من الباص انطلق بالمكان، ومكان بصراحة حلو. الشمس كانت لطيفة، يعني احنا قعدنا ربع ساعة هون وبعدين ركبنا بالباص وتحركنا. هلا ببور فؤاد نحن ما اجينا غير جبل الملح، وبعدين هلا رح نرجع مرة تانية للمعدية لحتى نروح لوين؟ لحديقة فريال، اشهر حديقة ببورسعيد. الأماكن اللي ممكن تزوروها كمان ببورسعيد: كنيسة سانت أوجيني الفرنسيسكان، مبنية بطراز معماري فريد وتعتبر كأثر. بعد ما رجعنا من المعدية لبورسعيد رحنا لحديقة فريال. اللي بيروح بورسعيد لازم يمر على حديقة فريال، لأنه هي حديقة مهمة جدا جدا. طب مين هاي فريال؟ فريال هي ابنة الملك فؤاد وأخت الملك فاروق. فيها مساحات خضرة كتير، فيها زهور، فيها أشجار. الحلو أنه هن محافظين عليها، يعني كان في حارس موجود هناك أعطانا هيك لستة تنبيهات أنه ممنوع ممنوع ممنوع. وفعلا يعني بتشوفوا فيها هيك أشجار نادرة، الزهور منسقة بشكل كتير حلو، فيها كوبري خشب، فيها جداريات بتحاكي مقتطفات من تاريخ بورسعيد، فيها مسرح، فيها مسجد بانينه على الطراز الأندلسي، كتير كتير حلوة ورايقة، والدخول بدون رسوم. يعني يقلكن انه هاي الحديقة تم افتتاح قناة السويس القديمة فيها بهذه المنطقة على أرض هذه الحديقة. حضر الحفل الملوك وأمراء وأباطرة والملكة أوجيني. وبقلكن انه بعد الحرب سنة 56 الأجانب طلعوا من بورسعيد خوفا انه اهالي بورسعيد ينتقموا منهم، فسكن المصريين حي الافرنجي اللي موجود في هاي الحديقة.
وكمان الحديقة كانت محاطة بأسوار عالية جدا. كانت هاي الأسوار حديدية، وبعدين من فترة قريبة شالوا هاي الأسوار وانضمت هاي الحديقة لمبادرة عالمية اسمها حدائق بدون أسوار. فتخيلوا أنه هاي الحديقة دخولها مجانا بدون أسوار، ورغم هيك شوفوا مقدار المحافظة اللي هن محافظين عليها وجمالها. الحقول الحمراء هاي معمولة لحتى تبقى مركز لكاميرات المراقبة. فشوفوا لي هالمنظر ما أحلاه، وحتلاقوا الكراسي بكل مكان وقعدات نظيفة جدا جدا. وفي هاي الساحة الواسعة كتير حلوة مثلا للي عندهم أطفال لحتى ما يلعبوا بالشجر، فبينزلوا بيركضوا بيلعبوا، وحتى عاملين الحواض على شكل قعدات، فبتبقى كتير كتير حلوة للقعدة. تلاحظوا انه كل شي بهاي الحديقة بيحاكي تاريخ بورسعيد اللي هي تلقب بالمدينة الباسلة. هذا هو الكوبري الخشب المعلق، فيها قعدات وتظليلات، ويعني كل شي كل شي فيها حلو، حلوة فعلا. اذا انتوا اجيتوا بورسعيد او ناويين تيجوا، لا يفوتكن هذا المكان من انكن انتو تزوروه، لانه هو مكان جميل جدا جدا. محظوظين لو زرتوا بورسعيد بالوقت اللي بتكون فيه لوغوس هوب راسية فيها، هي اكبر سفينة عائمة تتنقل من بلد لبلد، فيها ما يقارب او يعني لا يقل عن 50,000 كتاب، فهي تجربة جميلة جدا جدا. خلصنا زيارة حديقة فريال واجينا على البحر لانه المنظر كتير كتير حلو. ميزة الشط هون ببورسعيد مختلف عن الاسكندرية، يعني بلاقي انا لون البحر مختلف، الرملة نفسها لونها هيك اغمق شوي من الرملة الموجودة بالاسكندرية. فطبعا الرمل اغمق فبيبقى لون البحر اغمق. بس دي لكم انه الجو كان كتير كتير حلو، أخذنا كمية صدف كتير معنا، بنتي قاعدة تلم الصدف وقواقع وشغلات، فكتير كتير حلو شكلها عن جد. في شغلات نحنا أخذناها شكلها كتير كتير حلو، وتنفع حتى ديكور بالبيت. قعدنا على البحر شوي، شربنا فنجان قهوة، غيرنا جو وارتحنا شوي من تعب السفر وقعدة الباص. وبعدين انطلقنا لسوق السمك. اللي بيجي بورسعيد لازم ياكل السمك هونيك لانه طعمه غير اي مكان تاني، طعمه كتير كتير طيب وبيعملوه بشكل كتير حلو. ونحنا سألنا ورشحوا لنا هذا المكان، وبصراحة كانت تجربة يعني بعتقد انه انا رح ضل كررها. نشتري السمك بنفسنا ونختاره، وبعدين منجيبه للمحل اللي رح يزبط لنا اياه. ورشحوا لنا كمان هذا المحل لانه بيعمله بطريقة كتير حلوة، وبنصحكم انه انتو تجربوا السمك البوري البلدي، طعمه شو بدي لكم عسل عسل فعلا. ونحنا كمان عملناه بطريقة السنجاري، انا كتير بحب هاي الطريقة، جربوه ما حتندموا ابدا. والمفاجأة بالنسبة لإلي هو هذا المحل اللي احنا رحنا، كمان من ناس بورسعيد رشحوا لنا اياه واجينا لحتى ندوق الحلويات عنده. بصراحة يعني الحلو فيه انه انتو اول ما بتشوفوا بتلاقوا انه في بنات واقفين مبتسمين شكلهم حلو قمر، بيستقبلوكم. المحل كله بنات، يعني احلى ما فيه انه كله بنات، حتى الكاشير. وتعاملهم ذوق جدا ولباقة وابتسامة هيك بتخليكم نفسكم تشتروا كل شي بالمحل. عندهم تشكيلة حلويات كتير وشغلات كتير طيبة. محل الحلو سامي سالم، اول مرة بدوقه وان شاء الله ما تكون اخر مرة، واكيد كل ما اروح بورسعيد رح اروح عندهم.
محل كتير كتير حلو. تغدينا وجبنا التحلية معنا على البحر لحتى نقضي باقي الوقت ونحن على البحر ونغير جو ونشم هوا حلو. كانت القعدة كتير حلوة والرحلة كلياتها حلوة، التنظيم فيها حلو ومريح، وبصراحة كل شي فيها حلو. هاي الأصناف اللي أنا اخترتها من محل الحلويات، زوجي اختار 2 وأنا اخترت 2. فكانت الصدمة أول ما أخذت أول لقمة عن كم الحلوة واللذاذة بهالأكلة، سكرها غادي وطعمها كتير طيب. خلصنا ورجعنا على الباص، طبعا التجمع 7:30 والباص بيتحرك على الساعة 8، ونحن بالطريق تسلينا أنا وزوجي. بالأول كنا متحمسين إنه يلا نحضر أي شيء نتسلى ونحن بالطريق، وبعدين إيه الواحد بلش ينعس وخلص. ونحن راجعين الباص مر من جنب آيس كريم سلسبيلة والكل طلب كاساتا، وأحلى رحلة قضيناها ويوم كان كتير حلو. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وهيك كانت رحلتنا لبورسعيد، انتظروني بفيديوهات جديدة وبشوفكم على خير قريبا إن شاء الله.